السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله من خلال فيديو اليوم هنتكلم عن ميزة جميلة جدا في متصفح جوجل كروم لا غنى عنها لمستخدمين الإنترنت، سواء اللي بيستخدموا نظام الويندوز أو نظام الماك. يلا بينا نتعرف على الخاصية ونشرحها مع بعض. من خلال الثلاث نقاط اللي موجودين فوق بتضغط عليهم، بتبتدي تنزل على الإعدادات أو السيتنج، بيفتح ليك صفحة الإعدادات بالطريقة دي. بتبتدي تنزل هنا عند التحقق من الأمان أو سيفتي تشيك لو أنت بتستخدم اللغة الإنجليزية. خلاص، دي الميزة اللي إحنا حابين إن إحنا نتكلم عليها وحابين إن إحنا نفعلها بشكل دوري على جهازنا، ونعمل منها عملية تحقق بشكل دوري على المتصفح بتاعنا. تمام، بنبتدي إن إحنا نضغط على التحقق الآن. مجرد ما أنت ضغطت على التحقق الآن بيبتدي الخاصية بتاعتنا تتفعل. تم تشغيل ميزة تأكيد السلامة قبل قليل. خلاص، عندك دلوقتي أربع أدوات أساسية بتندرج تحت التحقق من الأمان، وهما اللي بيستخدمهم أي مستخدم للإنترنت بشكل يومي، سواء بتتصفح أو بتنزل أي شيء أو بتحفظ أي كلمات مرور موجودة عندك. رقم واحد أو أداة رقم واحد الإضافات. والإضافات دي طبعا اللي إحنا بنعملها عملية إضافة لمتصفح كروم، سواء بشكل من على سوق كروم الإلكتروني أو من على جهات خارجية. طبعا الإضافات دي بتطلب إذونات، بتطلب حفظ كلمات مرور، بتطلب كل اللي لها بعض الإذونات يجب الموافقة عليها. تمام، طب أنا قبل ما أوافق على الإضافات دي أو على الإذونات دي أتأكد إزاي إن هي مش هتضرني؟ من خلال تفعيل ميزة التحقق الآمن، على أساس إن أنا لو جيت ضغطت عليها أو أوافق على إذن وفي مشكلة، هيبتدي المتصفح يعمل لها عملية حظر ويطلع لك رسالة يقول لك الإضافة هذه ضارة، فيها فيروس، فيها محتمل إنها تخترق كلمات المرور، فبالتالي أنت بترفضها. رقم اتنين أو أداة رقم اتنين اللي هو التصفح الآمن، إن أنت لو دخلت أي موقع هتحمل منه مثلا برنامج، هتحمل منه أي شيء، والموقع ده مثلا ضار بالجهاز، في هاكر او في حاجه ممكن تخترق كلمات المرور، او في مثلا ملفات ممكن تضر بالجهاز بتاعك عموم، يبتدي ان هو يوقف لك الموقع اللي انت دخلت عليه، ويبعت لك رساله او يظهر لك رساله يقول لك الموقع ده ضار، ما تستخدموش. تاني حاجه او تالت حاجه اداه رقم ثلاثه اللي هي كلمات المرور. لو انت بتستخدم مثلا كلمات مرور سواء خاصه بالمعاملات الماليه بتاعتك، الفيزا كارد، الكريدت كارد، المعاملات البنكيه، فبتضطر ان انت احيانا في بعض المواقع تطلب منك حفظ كلمات المرور، او مثلا انت بتستخدم مواقع تواصل اجتماعي زي فيسبوك، زي تويتر، زي يوتيوب، زي انستجرام، فبالتالي انت على اساس ان انت مش كل شويه تكتب كلمات المرور، فبتضطر ان انت توافق على حفظها او تخزينها داخل الجهاز. تمام، لو في عندك اي مشكله في اي كلمه مرور سواء كانت ضعيفه او كانت مخترقه، بيبتدي ان هو في عمليه البحث اللي احنا عملناها دي يطلع لك رسالة أو إشعار يقول لك إن في عندك كلمات مرور ضعيفة يجب تقويتها أو يجب مراجعتها، أو في عندك بالفعل كلمات مرور مخترقة، فبالتالي هو بيعمل لك عملية إيقاف للموقع أو تجميد لحد ما أنت تدخل تبتدي تروح للموقع وتغير كلمات المرور دي، طبعا من خلال أسئلة الأمان اللي أنت بما إنك صاحب الموقع عارفها، فيضطر إن هو يبعت لك بعض الاقتراحات على اساس ان انت توافق عليها، سواء رقم الموبايل، سواء ايميل مثلا انت كنت حاطه ايميل تاني لعمليه استرجاع الحساب، فهتبتدي انت تدخل الكلام ده، فيبتدي ان هو يفتح لك الموقع تاني. رقم اربعه او اداه رقم اربعه اللي هو التحديثات، ودي خاصه بعمليه تحديث اخر مكافح فيروسات خاص بالانترنت على متصفح كروم، بحيث ان انت لو في اي فيروسات على اي موقع او اي هاكر او اي شيء، يبتدي ان هو يوقف لك الموقع ده ومش يضر بالجهاز بتاعك. في الحاله دي بعد تحقق من بعد تفعيل الخاصيه دي، يبقى انت بتتصفح الانترنت بتاعك بشكل امن تماما على متصفح جوجل كروم. خلاص، مثلا بعد على سبيل المثال عندك مشكله كانت في اضافه وانت حليت المشكله، بتبتدي ان انت تعمل عمليه بحث تاني، تتاكد ان المشكله اتحلت، خلاص كله تمام، تبتدي خلاص تتعامل مع الجهاز بتاعك. في كل خطوه من الخطوات بتبتدي ان انت تحلها، لازم تعمل عملية تحقق من تاني على أساس إن أنت تتأكد إن المشكلة اتحلت. وبكده شباب يبقى أنت في حالة تفعيل ميزة السيفتي تشيك أو التحقق من الأمان دي، يبقى أنت بتتصفح الإنترنت بشكل آمن آمن آمن، تقدر إن أنت تحمل أي شيء، تقدر تخزن كلمات مرورك من غير أي قلق خالص. بس كده شباب، دي كانت ميزة اليوم في متصفح جوجل كروم، أو موضوع فيديو اليوم، تفعيل ميزة سيفتي تشيك أو التحقق من الأمان ومدى أهميتها لمستخدمين الانترنت بشكل كامل، سواء مستخدمين نظام ويندوز
او مستخدمين نظام الماك. لو استفدتم من الفيديو بتاعنا او من الشرح بتاعنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.